قدمت الاكاديميه الوطنيه للتدريب حلقه عن بناء الانسان المصري ومسيره التنميه البشريه في مصر وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركه في مسيره البناء والتنميه. ناقشت الحلقه دور القياده السياسيه لتاهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 باطلاق البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده واطلاق عام 20 16 للشباب ايضا بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنيه للشباب هذا وناقشت الحلقه ايضا شعار الاكاديميه وهو المشروع القومي لبناء الانسان في الجمهوريه الجديده ومواجهه التحديات ومدى اهميه الوعي الشعبي في نجاح ثوره 30 من يونيو وهو ما ظهر في تضحيات الجيش المصري